السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات ملخصات الكتب والتوكيدات. الكثير من الأشخاص يميلون لتبرير أنفسهم في الحياة، ولكنهم لا يعلمون أنهم قد لا يحتاجون لذلك، لأن كل شخص مختلف عن الآخر، وكل شخص له حريته وخصوصيته. وفي مالي سنرى 4 أشياء يميل الكثيرون لتدخل فيها وسؤال عنها، ولكن يجب أن تتوقف عن تبريرها، لأن هذه الأشياء تخصك وحدك فقط. أوديولابي، شارك المعرفة. أولا، طريقة لباسك. أعتقد أن الكثير من الناس يتوافقون مع الموضة البارزة بسبب الطريقة التي ينظر بها الآخرون والمدح الذي سيتلقونه. غالبا ما يتم إزعاج الأشخاص الذين يرتدون أشياء فريدة من نوعها أو أشياء لا تتماشى مع الموضة، لكن هذا لا يمنعك من استخدام أسلوبك الخاص في اللباس كوسيلة للتعبير عن شخصيتك. إذا كنت ترغب في ارتداء الألوان السوداء والمحايدة فقط، قم بذلك. وإذا كنت على العكس من ذلك، تريد ارتداء الألوان، فافعل ذلك أيضا. لا أحد يجب أن يخبرك ما الملابس التي ترتديها أو اللون الذي تختاره. المهم هو أنك ترتدي ما يشعرك بالرضا وما تحبه. ثانيا، أحلامك ومشاريعك. الحلم وتأسيس المشاريع جزء من الحياة، وليس هناك أي حلم سخيف. وسواء كان حلمك فريدا أو تقليديا، فلابد أنك ستلقى التعليقات. كل شخص لديه أحلام ورغبات، وإذا كان هناك شيء واحد تحتاج إلى تذكره، فهو أنك لست مضطرا لتبرير أحلامك لأي شخص. لدينا حياة واحدة فقط، وليس عليك أن تبرر أحلامك أو تضعها جانبا بسبب ما يعتقده الآخرون. عيش حياتك، أحلامك تخصك وتعتمد عليك وحدك. ثالثا، حياتك المهنية. ليس عليك أن تشرح نفسك لبعض الناس أو لبعض أفراد عائلتك إن استغربوا أو لم يفهموا قراراتك المهنية. كن مقتنعا بأنك تفعل ما تريد فعله، وأن تبرير نفسك سيؤذيك ويتعبك. كل شخص لديه مشاريعه وأولوياته. لا يهم ما يحفزك، فقط اتبع المسار الخاص بك. يجب أن تعيش حياتك لنفسك لا لشخص آخر. رابعا، طريقتك في العيش. لماذا أنت غير متزوج؟ لماذا لا تملك أطفالا؟ لماذا تأكل المزيد من المنتجات الحيوانية؟ كل هذه الأشياء التي تهم حياتك الشخصية ومعتقداتك تهمك أنت وحدك. ليس عليك أن تشرح لأي شخص، فكل فرد مختلف، ولا ينبغي أن تظن أن ذلك سلبي، بل على العكس. هل تميل لتبرير نفسك في بعض الأشياء؟ شاركنا رأيك في تعليق. يمكنك دائما تحميل باقة مجانية من ملخصات الكتب الصوتية عبر الرابط في صندوق الوصف. شاهد أيضا ولا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء.